طبعا بكذي حذفنا التصميم. عندي مثلا عدة قلنا احنا نماذج، هني حسابي. مثلا ابي اغير الصورة، ممكن اني اغيرها بالسيتنج. عندي هني فولورز وعندي فولوينج، ممكن اني اضيف اشخاص، ممكن ان اشخاص معينين يضيفوني. هني الصورة ممكن اني اغيرها، طبعا اديت ممكن اني اغير الاسم، ممكن اني اغير الايميل، وممكن اني احدد المنطقة واحط مثلا ايميل كذي كانسل. وهني your profile looking great, why not share it with your friend. ممكن اني اخذ حسابي واني اشاركه، اني اخلي الناس تضيفني هني عن طريق الفيسبوك، عن طريق تويتر، وعن طريق انشير. قلنا setting هذه معلومات الحساب. عندي هني كارد، عندي والمعلومات الثانية. هي كذلك الابجريد، وهني التنبيهات، وهني اذا ابي اسوي تصميم جديد مثل ما قلنا طريقة التصميم. كذي عند الأباوت، عند المنيو، وبكذي نكون شرحنا الموضوع، شرحنا الموقع. طبعا هو موقع جدا 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 مفيد، موقع ممكن لنا، ممكن ان نسوي فيه بطاقات دعوة، ممكن نسوي فيه كروس للعيد ميلاد والمناسبات الاخرى مثل عندي الولادة، الاعراس وغيرها. ممكن ان احنا نسوي صور حق برامج السوشيال ميديا، الانستغرام وتويتر والفيسبوك واليوتيوب. ممكن ان احنا نسوي البوست العادي، ممكن نسوي طبعا شغلات عدة، مثلا تفيد العملية التربوية، مثلا صورة مقسمة إلى عدة صور تفيد أحد الدروس، وغيره وغيره وغيره. وبس بتدي نكون انتهينا من شرح البرنامج، ويعطيكم العافية.